Summation بتاع الفاريانس بتاع الفاريانس على الكريتيكال اكتيفيتي على اللي حددته خبرتي انت المفروض تحسب المبلغ ومستطيل وكلام من ده انا عايز اكون عندي خبره اعمل ايه ايه عايز تعملها زي ما خدتها في المحاضره المره اللي فاتت ما تصرفش عليا ماشي يا بابا يعني لو انت مع زي كده هروح مسلم لك على السؤال كله يلا ماشي هعتبر خدتها من الجنب ليه كده طه؟ يلا في حاجات كده ايه ما ينفعش معاها يبقى ده يساوي كام؟ 41 خد الجزء التربيع ليها اديني كام يا بابا؟ واحد وثلاثة يبقى عندي المشروع بتاعي المين بتاعه بيساوي كام؟ 22 والسيجما بتاعته بتساوي كام؟ 1.03 القصة بتتعمل ازاي بقى؟ أنا 50% من المشروع يتنفذ في كام؟ في 22 اسبوع. حلو؟ انا عايز اخش نسبه معتبره. 68 وليكن 85 وليكن تمام؟ 2 ستاندرد ديفيشن. بتعملها ازاي؟ 2 ستاندرد ديفيشن. واحد سيجما كام يا ابني؟ 68.5 تقريبا 68% كده من فوق انا مش شاطر ازاي كام يا بابا؟ 68% طب 2 سيجما يا بابا كام؟ 94.5 ايه؟ 94.5 ده 3 ده سيجما ده ثلاثة يبقى 100% ده كم؟ 94.5 هوضح لكم حاضر ديو ناقص 2 سنة بيساوي كام يابا؟ 94 وشوية 94.5 انا بشتري منك 4 طب ما يبص لي انا مع الصبوره 3 ستاندرد ديفيشن تبقى 100% مش فاهم حاجه اصلا انا كمان احنا عايزين نسال سؤال ما هو احتمال بروبابيلتي احتمال ان المشروع وقته يتنفذ فأقل من أو يساوي 23 و 3 22 50% يعني بسأل كأني هو الإيه الإكسبكتد تايم طب ما هو ده هنا كأن أنا واقف هنا صح على النيو
وبالتالي يبقى انا عايز احتمال نص الايه؟ التوزيع كله. فبالتالي دي بتساوي كام؟ 50%. طيب لو عايزين ما هو احتمال في 25 اسبوع؟ من الجدول ده. تحويلة صغيرة بتساوي بروبابيلتي زد أقل منها بتساوي ميو ناقص إكس على سيجما. يعني إيه؟ فين الميو؟ 22 ولا 25 على الموضوع؟ يعني بتساوي المفروض نعمل ايه بقى؟ بروبيلتي زد اقل منها بتساوي بقى اكس ناقص ميو اكس ناقص ميو دي الزد سكور بتاعها صح؟ يبقى هنا ايوه زد سكور 25 اللي هي الاكس اللي بسال عنها والميو هو كام؟ 22 والسيجما كام؟ 3% 3% حد يكسب الحسبة دي؟ هو شرح حاجة قبل كده؟ عمر شرح حاجة بسيطة والله كانت بسيطة جدا مش عارف الموضوع تضخمت لي كده كانت حلوة جدا صفر الاكس اقل من صفر صفر حاضر ده كانك شغال على اكس ده شغال على الزد ستاندر نورمال ديستريبيوشن معايا بابا؟ طلبت هنا ده ايوه ايوه تعالى هنا انا بحول على هنا التوزيع الميل بتاعته بكام؟ بصفر لما تيجي كده ال 25 ناقص 24 على بكام؟ كله على بعضه؟ يساوي 2.9 يعني السيجما بتاعتي تساوي كام؟ بلس 2.9 انا السيجما الواحده بكام؟ 1.6 ها؟ يعني 2.9 يعني تقريبا هنا كويس؟ سيجما واحد ثلاثة ادي سيجما واحد اثنين سيجما بكام؟ 2.6% انا الرقم بتاعي 2.9 يعني على يمين الاثنين سيجما كويس؟ لو ثلاثة هيبقوا هتبقى ثلاثة و3.9% هي اقل من 3 سيجما فايه اللي واقف هنا؟ ايه اللي واقف هنا؟ بقول احتمال اقل من هذا الوقت او يساويه يعني عايز التوزيع ده كله قد الصفر عايز المساحه دي كلها المساحه دي كلها تساوي ايه؟ تساوي نص اللي هو بيمثل من هنا نص التوزيع زائد الشويه دول الشويه دول اجيبهم منين؟ جدول في جدول من الجدول ازاي بقى؟ واجمعهم على في جدول بينزل انزل تختار منين؟ يبقى هنا احتمال ان المشروع يتنفس في اقل من 25 يوم حوالي اكتر من 90% بس احنا دكتور هنجيبها رفلي كده ولا نجيبها ولا يبقى معانا كده؟ في جدول كويس؟ اللي هو الجدول بتاع التوزيع الرقم اللي طلع هنا كام حضرتك؟ 2.9 من 100 ولا 9 من 10؟ 10 9 من 10؟
في التداول الإحصائية الرقم الأول خذه ها الجدول لحظة يا أمين الجدول بتاعك زد ألفا عبارة عن أعمدة وسقوف كويس الرقم ده أقدر أقول إن هو ينقسم إلى جزئين 2.0 لا استنى بوينت 9 زائد او بوينت او ماشي عشان نمثلها اكتر واضحه يعني بفرض ان الرقم ده طلع 2.93 كويس الى الكرسي بتاعتك لغايه 2 ديجيت او 2 فراكشن فيبقى الرقم ده بقسمه لحاجتين 2.9 بلس 0.03 مش الرقم ده هو ده؟ اه هاخد الجزء ده رقم اجيب العمود بتاعه السطر في الجدول ده رقم الايه؟ السطر من جوه وده رقم الايه؟ العمود ماشي؟ عندنا في جدولين جدول بيديك زي ما انا شغال هنا نص المساحه من صفر الى السيجما بتاعتك وبتلاقي الرمز بتاعه فوق وجدول تاني بيشتغل على من على سجمة لغاية ايه؟ مسجل برضو هيديني بيش معامل حسابه من نص ده تحت في القراية فممكن يبقى الرمز من فوق ها؟ هنعمل ايه؟ كده وادي السجمة وادي الايه؟ اليو بتاع الصفر وبعينك على الجدول الجدول اللي هو رمزه كده لا يمكن هتلاقي اي قيمه تعدي الايه النص اللي رمزه ده ممكن القيمه حطه 999 ما اقل من واحد من الحاجات دي ها بقى من صفر لغايه ايه 9.39 و4.9 ماشي يا جماعه معظمنا بيشتغل يعني معظم الجدول ففي الحالة دي بشوف تقاطع الصف والعمود واقرا الايه؟ القيمة، القيمة دي بتمثل البروبابيلتي بتمثل ايه؟ الاحتمال قيمة الاحتمال ها؟ واشوف والله انا محتاج الاحتمال من الصفر للسيجما ولا اقل من السيجما؟ لو اقل من السيجما يبقى اخد معايا ايه؟ اجمع عليه من 5 ل 10 نص المسافة المين الاحتمال ها زي ما حضرتك درست اي احتمال من صفر لواحد قيمته من صفر لواحد فانا بعتبر ان المساحة اندر كيرف دي واحد صحيح كويس واحد كيلو واحد متر مربع واحد سنتي مربع واحد يونت فبالتالي انا النورمال ديستريبيوشن بياخد البيلت دياجرام يعني ايه الجرس ها لما اجي اشوف الجرس كده يديني نصين متماثلين
طيب ما هو تحت الكيرف كله بيساوي واحد يبقى نص بيساوي ايه؟ نص اللي هو واضح؟ يعني anyway الحته دي مش حلو طيب الحمد لله الحمد لله لا كده المحاضره ببلاش ايه؟ كده المحاضره ببلاش يعني انا مش هتذاكر مش هتذاكر مش هينفع تذاكر مش هينفع تذاكر ليه بس يا دكتور؟ لا يا دكتور المسألة محلولة مين محلول؟ طيب الحمد لله يعني الحتة دي يا جماعة الليلة دي كلها كل الليلة دي مش جاية في الامتحان أي أسئلة تاني؟ أيوة زكي في حد بيقول اللي جاي هو لا قال ايه اللي جاي في الامتحان انا سمعت كويس جاي في الامتحان قال ايه اللي جاي في الامتحان ما قالش انا قلت ان ده كل الامتحان مش انا دي لفوق رسمه بس اللي جايه في الامتحان زي ما هي دي اللي جايه في الامتحان زي ما هي دي جايه في الامتحان زي ما هي رسمه بس هي اللي مش جايه ما بقول لهم الحته لا ما انا جبت الحته اللي هي مش جايه لكن الباقي ده كله جاي يا جماعه يعني الرسمه جايه بالجداول الرو داتا وانت حوليها الكلام ايه؟ اديك الرو داتا واحد حوليها الكلام الجميل لو داتا اديك الرو داتا احنا لو ولا رو؟ لا هديك الارقام لا خلاص هتعمل الجدول بروبالتي بس مش مهم انا كل ثاني لكن كل ده انت هتعمله وقال لك مساله الامتحان دكتور انا خلصت يلا انتوا طيبين